هلا سلام بكم مرتبانات مانسترز بيبليت. اليوم حكون عندنا فتح علبة ثلاثة بلابل يعني أسطوريين شباب بيبليت زيروجي. فحاولت أن أبحث على أسماء البلابل في كل مكان ما قدر يعني ما لقيت أسماء البلابل فحكيس لكم أسماء شباب. فلعب أسماء لعب أسماء بلابل ثلاثة تروح في كومنتات حيحصل تثبيت. أول واحد يجيب أسماء صح حيحصل تثبيت. فأنا حكيس لكم أسماء في مقطع اليوم حتى في تحت العنوان أتوقع أكتب لكم فتح علبة ثلاثة بلابل زيرو جي حصل لكم صورة العلبة فأنت حتشوفها تروح تعرف. فهنا حجيكم أكثر من صامولة. طبعا شوفوا شباب كم موجود عندكم صامولة؟ واحد اثنين ثلاثة. كم قاعدة؟ واحد اثنين ثلاثة. كم حديدة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. أوكي فشوف هنا إيش فيه. شوف هنا إيش حاطين الصامولة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. القاعدة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. كم في هنا؟ ثلاثة ثلاثة وهنا خمسة خمسة. دحين بتشوفوا ليش. فحنفتح لكم أول شيء سبت الباب من حكاية الطفل بخمسة وخمسين ريال تقريبا ستة وخمسين ريال سعودي. الفتح من هنا يا بيبي. فحفتح لكم شباب اللصق اللي عليه. اوكي باقي شيء هنا فبخليه شوي على جنب. اول شيء عندنا علبة الاسطوريات. اول شيء عندنا هذه البلابل بس قبل عندنا هذا الشيء الخلفيه اللي زي كذا عليها صور تنين اسطوريه شباب نخليها على جنب نحط لكم اياها في المقاطع. الحين عندنا العلبه هذه اللي فيها البلابل بس كيف حتنفك؟ دقيقه منصقين يا شباب البلابل حتى ترجعنا ولا ايش؟ فبفكها وبرجع لكم شباب. والله معليش ما قدرت افتح لكم هو على يعني قدامكم بس فتحته خلف الكاميرا يعني انه صعب فكه. ف هذا كان مع هذا ولا كيف؟ هذا نفس ما هو اوكي بس نقلب. فهنا عندنا البلابل انا حاخذها من ما ادري كذا كذا هو الشيء كذا هو الشكل الاساسي. العلبه ما بدكم فيها كثير المهم شوف كذا العلبه. البلابل جايتنا من نيو بوي تكارتوني هنا نيو بوي بيبليت بعض الشركات الغريبة. عندنا بعض القواعد الصواميل وهنا عندنا شكل البلبل. البلبل الأساسي حيكون هذا هذا هو هذا قطعه. البلبل الثاني حيكون هذا وهذا قطعه. والبلبل الثالث حيكون هذا وهذه قطعه. فأنا راح أسوي نفس القطع اللي مرسومة عندي هنا وبس راح ما راح أوريكم وأنا قاعد أسويها يعني قدامكم هنا بس ما راح أوريكم العلبة هذه وأنا قاعد أسوي فيها. فأول شيء قالوا لي إنه هذه الحديدة شباب ايش صار؟ دقيقة شباب بفك هذه الاشياء وممكن بفكها وبرجع لكم اوكي؟ لانه بتطول شوف كيف والله ما تفك. حاطينها هنا بقوة يعني فنحتاج سكينة وشي زي كذا عشان نقدر نفكها. بس بطلعها مكانها وبرجع لكم. يا شباب بعد ما ركبنا لكم بلابل وقعدت اكثر من نص ساعة شباب تخيلوا اكثر من نص ساعة قاعد افكفك في هذه الاشياء. شوف كيف هي تبقى قطعة شباب شايفين كيف؟ فالمهم يعني شباب ترى والله قعدت نص ساعة افكفك بلابل والله يعني حطينا كذا ذا الشيء اللي هو حق بلابل بشكل مرة قوي ما ادري يعني بلابل حتشبه ولا ايش؟ ولا اللي بسرقها للدرجة يعني ما حد حيشوفه؟ المهم عشان ما اطول عليكم المقطع السريع كذا حافكر لكم هذه الاشياء. اوكي اول شيء شباب عندنا زي ما قلت لكم حطي خمس قواعد هنا شباب كيف حطينا القواعد ويعني الصامولتين وقاعدتين كذا يعني مع بعض وهذه زيادة ما ادري ليه حطيناها بس المهم حطينا السكرات برضه شباب سكرات جميع البلابل بس ليه حاطين سكرات زايدة ولا؟ حاطين زيادة سكرات شباب ولا؟ كيف كذا؟ حاطين ست سكرات وانا عندي بس هنا ثلاثة بلابل. توقع كل بلبل له حديدة واحدة. طيب ولا اللي فوق هذا الراس؟ بس في ثلاثة راس. في غبن شوي اللي هو. فراح نفك التعليمات وراح نشوف ولا شباب المهم خلينا نفك السكرات معاكم ونشوف التعليمات وكل حاجة. هنا عندنا السكرات واو والله مو كثير شباب المهم خليها على جنب. فوق التعليمات تقول
انه كل بلبل حيكون لحاله، يعني حيكون عنده محطه من الصخري، حيكون عنده بلبل الولد الصغير هذاك، حيكون عندنا بلبل بلبلين كام كذا مختلفين، حيكون عندنا بلبل النيزك اللي انا نشوف هذا بلبل، حيكون بحاله لحاله. طيب وكل بلبل حيجي بقاعدته الاصليه. المميزات انك تبين شباب فوق التعليمات شوفوا، فخلينا نقرا مع بعض كذا شوية. المهم انا شكلي بتفجب الكلام والله شباب دايم ابلا بشوف كذا كل كذا، احط لكم هو كذا في مربع من هنا لهنا ثلاثة بلابل. انا مرتب لكم بلابل على نفس الشكل، هذه ما راح نستخدمها في مقطع اليوم، راح اخليها على الجنب، راح اخليها كذا زي نسخة احتياطية خليها على الجنب. فالحين راح اوريكم بلابل. اول شيء البلبل النادر اللي تسوينه الصندوق عشان اللي هو هذا اللي ما نعرف شو اسمه، بس هو بلبل مرة قوي شباب، حاولت ابحث عنه في كل مكان ما لقيت اسمه، لقيته بالانجليزي. هنا راح اجيب النيزك كذا، عندنا البلبل الثالث، فحيكون كلهم بلابل اقوى، انا متأكد من هذا الشيء. فيلا نجرب معاكم في حلبة الزيرو جي او حلبة صدى المتوازن كذا. اوكي الاضاءة طفت، بس والله كذا احلى شباب، خليه كذا. اول شيء نجرب بلبل اللي يفتح العلبة عشانه، يعتبر هجومي الى حد ما شباب، والله قوي مرة. دام لا دقيقة دقيقة، ليه ما ضايقكم؟ يعني كويس وما كويس في نفس الوقت. فأنا نجيب لكم هذا البلبل شباب الثاني، صعبة ايش بحنلاقي هجوم في مقطع اليوم؟ كلنا دفاعيين ولا ايش؟ بس والله شباب اقوياء، انا ممسكهم والله شباب كذا تحس تتخدش، ان شاء الله يطلع هجوم. يلا هذا هو شباب، دقيقة نرمي وبعدين لكم هو هذا. شباب كلهم طلعوا دفاعيين، بس ممكن هنا في هذا القواعد نلاقي الشيء الجديد. فدحين راح نسوي لكم نزال بين ذا البلبلين. اوكي شباب فايل لا. واو واو كيف هذا البلبل مع اليد اللي انا عندي هي ضعيفة. فحجيب لكم هذه اليد وراح نلعب لكم بهذه اليد ونجربها يعني. لا اقعد راح احمل حالي. لحد ما الولد هذا المرة ما عجبني شباب، كذا غريب ومو عجبني، ف راح اجيبه بس عشانكم اللي انا اصلا ما ابغاه، بخليه عندي كذا بس. والله شكله قوي ولا؟ عندي كمان تجربة؟ ثلاث مرة كثير بحلبة الصدى المتوازن في أكثر من ثلاث بلاب، يعني ثلاث بلاب وأكثر منهم كمان. فلا تنسوا إنكم تكونوا يعني مشتركين بالقناة وفعلين زر التنبيهات. فبس هذا كل اللي عندنا، لا تنسوا اللايك سبسكرايب شير واكتبوا مشاركتكم في فتح علبة اليوم أو فتح علبة اليوم. وصلنا ختام، سلام.